بالنسبه للمبادئ اللي فوق الدستوريه اللي هم واضعينها النهارده دي، بتضع تمييز للجيش فوق كل المؤسسات ان هو يضع تشريعاته ويضع ميزانياته دون غيره ودون اي رقابه من اي حد، وده شيء مرفوض. ان المجلس العسكري بيحاول يحط لنفسه مبادئ خاصه بيه هو تحميه بعد حتى اقرار الدستور وبعد تشكيل الحكومه وبعد رئيس مدني منتخب. ده رقم واحد. رقم اثنين، هناك مجلس وطني امني حاجه زي كده، مش فاهمين ده تشكيله ازاي وعلى اي معايير وهيبقى ايه مستقبله وهيبقى ايه علاقته بوزاره الداخليه او هيلغوا وزاره الداخليه ولا لا، فده شيء طبعا مبهم تماما. حاجه تانية، احنا جايين النهارده عشان نتسال على اللجنه التاسيسيه لصياغه الدستور، فلازمتها ايه المبادئ فوق الدستوريه اللي هم بيقولوا عليها استرشاديه شويه وكده، واحنا عارفين ان التيارات الاسلاميه كلها بتقف ضدها، فاحنا عايزين توافق مجتمعي، فاحنا مش عايزين نحط فخ الحاجه احنا بنعملها نضيع بها وقت جديد. اما بالنسبه للجنه التاسيسيه، انا مش شايف دور الشباب فيها يعني مقلص جدا، يعني سوف نجد 5 من الشباب من وسط اللجنه اللي بتضع الدستور، لانهم حاطين مبدا بيقول ان يبقى في 5 من الشباب تحت 35 سنه. طبعا ده شيء يعني يظلم الشباب كتير جدا، الشباب اللي هم شاركوا بقوه كبيره في هذه الثوره، نرجو ان هم يلغوا هذه المواضيع وينظروا اليها من جديد.